دلوقتي في عندنا حاجه جديده، ان عمر الشريف مذكراته اتحولت لمسلسل درامي. طبعا في حياته ناس كتير، فاتن حمامه وناس كتير. فانتوا ممكن حد فيكم يعني نفسه ان هو يقدم شخصيه حد منهم، فاتن حمامه، اي شخصيه كانت موجوده ده يعني ده رعب. ارجوكم خدونا نفسنا طبعا. نفسي اعمل اي حاجه من الحاجات دي طبعا، نفسي يعني اي ناس من الناس القديمه الجامده دي. انا بحب فاتن حمامه.